بسم الله، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. غادي نديرو فيه عصير بالسونتريفيجوز. هاد لاماشين اللي كتخرج لينا واحد العصير اللي كيجي لذيذ ورائع. غادي انا بالنسبه عندي بوش، هذه هي الماركه ديال لاماشين ديالي. غادي نوريكم طريقه ديال تحضير العصير فيها، شحال الكميه ديال الخضر ولا الفواكه اللي كتحتاجوا باش تخرجوا تقريبا كاس ديال العصير فيها. بالنسبه للعصير، القوام ديالو والمذاق ديالو كيجي فيها رائع وزوين ولذيذ. انا بالنسبه في هذا الفيديو غادي نوجد معكم ثلاثه ديال العصائر: عصير ديال الجزر، عصير ديال الخيار، وعصير ديال الباربا. بالنسبه للكميه، احتاجت انني باش نصايب العصير تقريبا احتاجت الكيلو ديال الجزر، كيلو ونص ديال الخيار، وتقريبا كيلو ونص ديال الباربا. غادي نوريكم طريقه ديال استعمال ديال هاد لاماشين. هي طريقه بسيطه وسهله الصراحه. كان نحتاج واحد الريغلاج اللي كنصايب فيها تقريبا، فيها هي رقم واحد وجوج. اغلبيه انا كنخدم رقم واحد لان الخضر اللي كنستعملوا والفواكه طريين يعني ما كيحتاجوش واحد لا بريسيون اللي كثيره، يعني اغلبيه كنخدم رقم واحد. خديت الباربا اللي طريه ما مسلوقه ما حتى حاجه، اللي نقيتها على هذا الشكل، يعني غير غسلت الباربا ديالي ونقيتها. غادي نوضعها في المكان اللي مخصص باش ديري فيه الخضر او الفواكه، يعني غنوضعها على هذا الشكل. غادي ندير الريغلاج كيف ما قلت لكم في رقم واحد، وغنبدا نطحن الباربا ويعطيني العصير اللي كما قلت لكم القوام ديالو كيكون رائع ولذيذ، وما كتحتاجيش ديري معها لا سكر لا حتى حاجه، يعني كتبقى الحاجه اللي طبيعيه وزوينه الصراحه. يعني كتبقى الفواكه ولا الخضر ملي كديرهم فيها كيخرجوا طبيعيين وما كتحتاجيش ديري معاهم لا سكر لا حتى حاجه. كنحل لاماشين ديالي على هذا الشكل، هانتوما غادي نوريكم كيفاش داير الشكل ديالها من الداخل. من بعد انا غادي نغسلها باش نحضر بها العصير الثاني اللي غادي نديرو فيه عصير ديال الجزر. بالنسبه للجزر، انا غسلته ونقيته على هذا الشكل. كاين الناس اللي كيستعملوا الجزر بالقشره ديالو، يعني غير كيغسلوه وكينظفوه جيدا ومن بعد يمكن لي كيستعملوه بالقشره ديالو. انا كنفضل انني نزول القشره نهائيا ونغسلوه جيدا باش كنكون تكون النتيجه مضمونه 100%. غادي نستفو في الماشين على هذا الشكل، يعني غنستف تقريبا كميه كامله ديال الجزر. حتى الا بقات معكم شي حبات من بعد يمكن لكم انكم تضيفوهم بوحديتهم وبنفس الطريقه وتعاودوا تطحنوهم باش تحصلوا على العصير ديال الجزر. غادي نضغط على لاماشين بهذا الشكل، كنضغط على العصير، كتكون ديك الغطايه اللي كاينه الفوق كندفع بها الجزر للاسفل، في نفس الوقت راه هي لاماشين كتخدم وكتعطيني العصير اللي كنحصل عليه بهذه الطريقه. كيف ما شفتوا معايا القوام ديالو كيكون زوين وعصير اللي كيجي بكميه لا باس بها، يعني تقريبا كيلو ديال الجزر عطاتني هاد الكميه، تقريبا واحد الكاس ونص، تقريبا كيلو ونص ديال الجزر عطاتني كاس ونص ديال العصير. غناخذ معكم الخيار اللي نقيته على هاد الشكل، نضفته مزيان ونقيته على هاد الشكل، وغادي ندير معكم العصير ديالو حتى هو. تتبقى الطريقه نفسها، غير انما انا بغيت نوريكم الكميه اللي درت وشحال عطاتني ديال العصير. تقريبا هنا عندي كيلو ونص ديال الخيار. بالنسبه للخيار غادي نستفو حتى هو بنفس الطريقه في لاماشين ديالي، يعني غندير نصف الكميه، من بعد غادي ندير نصف الكميه الاخر تقريبا كيلو ونص.
غادي نخدم لا ماشين بنفس الطريقه. كندير كيف ما شفتو معايا، كندير الريغلاش في الرقم واحد، يعني هو اغلبيه باش كنطحن به العسل ديالي. بالنسبه للخيار عطاتني كميه اكثر، كيلو ونص تقريبا، عطاتني 3 ديال الكيسان كبار اللي من هذا النوع يعني، وكتعطي كميه اكثر، لان كيف ما كنعرفوا ان الخيار كيكون شويه فيه الماء وكيكون ارطب، يعني كيعطيك كميه كثيره بارابور للخضر الاخرى اللي درت. هنا غنوريكم الطريقه كيفاش كنحل لا ماشين، طريقه اللي هي بسيطه وسهله. كنزول حتى هاد الجزء اللي كيكون علوي حتى هو، هانتوما شفتوا بالنسبه لهاد لا ماشين كتوفر على واحد واحد الساك اللي كتبقى فيه البقايا ديال الخضر ولا الفواكه اللي طحنتو في هاد لا ماشين. كنزولوا هاد المنطقه اللي كتكون فيها ديك الرخامه. من بعد كتقدر تزول حتى هاد البلاصه اللي كتكون فيها كيبقى فيها واحد شويه ديال الخضار وداكشي، كتبقى حتى الساك حتى هو كيتزول من المنطقه اللي كاين فيه، في هاد المنطقه اللي كتبان لكم يعني. وكتبقى ليا غير هاد لابارتي هي اللي بوحديتها اللي ما كتغسلش، يعني انا لا ماشين كلها يمكن ليها لكم تغسلوها بنفس الطريقه وكتنظف ببساطه وبسهوله. بالنسبه لهاد الساك انا موالفه كنلبس ليه واحد ساك بلاستيكي اللي باش بني كيتجمعوا فيه البقايا ديال العصير، يعني كيتسهل عليا انني نزوله ويتنظف معايا بسهوله. اللي بغيت نشارك معكم ان انا دوك البقايا ديال العصير اللي صايبت احتفظت بهم. بالنسبه للخيار هذه هي البقايا ديال الخيار اللي شاتو ليا، خصوصا ملي كتديري كل عصير بوحديته كطحنيه يعني وكتغسلي لا ماشين كل مره، كتستافدي من البقايا ديال الخضر ولا الفواكه اللي درتي تمايا اللي طحنتي. هاد البقايا انا كنستعملهم في الوصفات اللي كنحضر باش كنصايبهم للبشره، يعني وصفات اللي كتصايبهم للنضاره ديال البشره ديالك، يعني دوك البقايا ديال الخضار كتستافدي منهم واخا هكاك ما كتضيعيش فيهم. بالنسبه للعصائر اللي صايبت معكم 3 ديال انواع العصائر، عصير ديال الجزر وعصير ديال الخيار وعصير ديال البربة. بالنسبه لعصير ديال الجزر تقريبا كيلو وربع حتى كيلو ونص، خرجت ليا كاس ونص تقريبا، كاس كبير يعني، كاس كبير ونص ديال العصير. بالنسبه للخيار خرج ليا تقريبا كيلو ونص ديال الخيار، 3 ديال الكيسان كبار ديال العصير. بالنسبه للبربة كيلو ونص، خرج تقريبا عطاتني واحد المقدار ديال كاس كبير ديال عصير ديال الباربا. بغيت نشارك معكم واحد المعلومه، انا بالنسبه مني كنطحنهم على هذا الشكل كنوجد كندير تقريبا واحد كيلو حتى كيلو ونص ديال البرتقال اللي كنعاود نطحنه في لا ماشين، وداك العصير ديال البرتقال كنضيفه لهاد العصائر، يعني تقدر تضيفيه للجزر، تقدر تضيفيه للخيار، تقدر تضيفيه للباربا، وكيعطيك كميه اكثر وكيزيد النوعيه وكيزيد الجوده ديال العصير ديالك. يعني هاد المعلومه بغيت نشاركها معكم. واحسن حاجه اللي كتعجبني في هاد النوع ديال لي ماشين انه كتعطيك واحد النوعيه جيده وزوينه ديال العصائر ولذيذه في نفس الوقت. والحاجه اللي شويه قاصحه زعما ولا صعيبه في هاد النوع ديال الماشين انه كتحتاج كميه كبيره من الخضار والفواكه باش تخرجي واحد الكميه اللي بسيطه ديال العصير، ولكن في نفس الوقت نوعيه جيده وصحيه ديال العصائر. بالنسبه لهاد النوع ديال لي ماشين راه تقريبا دابا ولا متوفر في الاسواق باثمنه مناسبه، يعني ما غاليش، كاينين اثمنه من البسيط حتى الغالي، يعني انا تقريبا هادي ديالي شويه غاليه. الى بغيتو الثمن انا نخليه لكم، خليوا لي تعليق ونخلي لكم الاثمنه ومنين خديتها، ولكن في نفس الوقت الصراحه
هاد النوع ديال لي ماشين زوينين، انا عجبتني. كنفضل ان العصير ديال هاد لا ماشين احسن من العصائر ديال لي ماشين العاديين. ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم، الى اللقاء فيديو جديد.